إيمانا منها بأن محور السلامة والأمن يعد الأهم بالنسبة للطيران، ووعيا منها بأن جودة الطائرات إحدى عوامل الالتزام بالإجراءات المحلية والدولية، تمكنت شركة التصل للطيران من تحقيق تقدم كبير في مجال الصيانة، تقدم أهلها لإحراز شهادة الجودة الدولية لمعايير أنظمة العمليات والصيانة والسلامة الجوية لشركات الطيران. هنا مركز صيانة طائرات التصلي بمطار هوارب مدينة الدولي. هنا تتم مختلف أشكال الرقابة الدقيقة والشاملة لأسطول هذه الشركة. لدينا 118 مهندس وتقني في صيانة الطائرات، وكذلك تقنيين ومهندسين معتمدين من طرف سلطة الطيران المدني الذين يقومون بعملهم وفقا لمعايير، وهذه المعايير التي صدر توجد في دليل صيانة لطيران التصليلي. عملية التدقيق والصيانة بنوعيها الخفيفة والثقيلة تتم عبر أرضية هذه الوحدة التي تتوفر على أجهزة رقابة متطورة. هنا يقوم تقنيون ومهندسون بتفتيش شامل للطائرات المعنية بالمراقبة. تفتيش أولي يكون روتيني وبسيط، كما يمكن أن يتم فتح المحرك بكل جزئياته وصيانته بشكل عادي. إطارات جزائرية خريجة معاهد وجامعة الوطن تشرف ومنذ أكثر من 10 سنوات على رقابة وإصلاح أسطول التصلي، فالصيانة التي كانت تجري بالخارج وتكلف خزينة الشركة أموالا طائلة بالعملة الصعبة هي اليوم 100% جزائرية. شركة طيران التصلي قامت في الآونة الأخيرة يعني اجتياز عقبة صيانة مهمة وهي الصيانة الثقيلة، وذلك بالقيام بصفة 100% بإجراء صيانة من نوع سي على مستوى الشركة، والتي مكنتنا من اقتصاد يعني عملة صعبة جد مهمة. لسبيل المثال عملية سي تشيك تقدر ب 132 ألف دولار فيما يخص عملية صيانة طائرة بومباردي كيو 400، و 32 ألف دولار في 87 ألف دولار فيما يخص طائرات بومباردي كيو 200. هذا بغض النظر عن يعني ليموبيليزاسيون دي زاباري أثناء إرسالها إلى البلد أين نقوم بالصيانة وإرجاعها فيما بعد. شركة التصلي فرع مجمع سونطراك، تعمل طائراتها 15 على نقل عمال المجمع عبر مختلف مطارات الجنوب، خصوصا التي تكون عرضة لظروف مناخ صعبة، ما استدعى إنشاء مركز صيانة آخر بحسي مسعود. نقوم بنقل عمال المناوبة على مستوى العاصمة نحو مدن متعددة، يعني من الشمال إلى الجنوب، من جنوب البلاد إلى الآبار، من الآبار نحو المدن الصغيرة، من المدن الصغيرة نحو مدن الشمال، في إطار شبكة جد متسعة للنقل محترفي قطاع الطاقة، يعني قطاع الغاز والبترول، لفائدة شركة سوناتراك وشركة الفرعية. هذه المطارات متواجدة بمناطق صحراوية، بلادنا شابة واسعة، ولكن كان يعني ميزة هي الحرارة المرتفعة ووجود الرمل. 25 سنة تمر على تأسيس طيران التصلي، مدة عملت فيها الشركة على تطوير استثماراتها في العنصر البشري وتحقيق استقلاليتها في مجال الصيانة بدل الاعتماد على الخارج، ما أهلها لتكون رقما مهما في الطيران الجوي الجزائري.